لا 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 شماغك امسك راح ما تكلمني ولا قاعدة تعال باقي الطاقية علي انتو كل مرة تتيوم متأخرين وتجيون تلعبون على كيفكم مشيت لكم اي صح قلتم كل مرة الثانية يجون ويصحون ويصرون شبيه انا واني طالع على نواب الباب سكر الباب سكر الباب وقاعد يطالع الباب سكر الباب سكرته يلا امش امش سكرت الباب سكرنا خلاص للحين يطالع ذا يمكن ما قفلته لا باب السياره يا يمكن اغلق باب السياره سكرها كب ولا كلمه زيون صح لعبته مرة ثانية وخربت الموضوع كل ركب اللي انت ايوه اغابا لكم تركبون اخر شيء ومرة ثانية مرة ثانية لو اشوف واحد منكم يجي يتلعب يتأخر في البار انا صكيت واجد قلت يمكن بكرة يتعدلون بس ما تعدلوا بس صبروا علي صبروا مع الايام انا بعلمكم مع الايام انت ايش بسوي لك بخلي جسمك ذا الهبيط يصير ضعيف تعال اركض تعال هذا نهاية الهيوط تعال تعال ياخذ المتوايط تعال عمي ابو علي شوف لنا حال عاد خلنا نمشي وانت تنتظر يبا انا زهقت منكم ومليت واقف على السيارة كسر عشاقل وطفل يلا شاقل يلا خلنا نمشي يلا وانتك في الدير اصبر اركض اركب اركب وين بتركب تعال من هنا تعال يلا عاد نمشي خلنا نمشي خلنا نمشي يلا 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 قال قال جك 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 والله شيء يلا مشينا يلا لازم يحترم ولازم يكون في الهيبة صح صح ما يكون طنبرطين صح من طوف الشارع هذا من هو مدير الرحلة من هو ذا مدير الرحلة من مدير الرحلة مدير الرحلة أنا ها؟ أنا ها؟ تعال واحد جرب 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 ما خليتوني بس بين لا يا جماعة الخير أنا أشوف أن مدير الرحلة لازم يكون له احترام يا جماعة الخير ما لازم لازم له احترام أنت بعد الله يهديك مدير الرحلة تعلم بالقوة